السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور. أرحب بكم بالأخوات والأخوة جميعا، مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير أيضا. مساء الخير وصباح الخير. عنوان حلقتنا اليوم شعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جولاتك ما بين الشعوب كثيرة، هل كان لهذه يعني لهذه الجولات أثر في تكوين قناعة معينة عن اختلاف الشعوب والأمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتقد أنه الآية الكريمة كما أشرنا هي تعبر عن أصل هذه الشعوب، أنها تنتمي في نهاية المطاف إلى أب واحد، أبوهم آدم والأم حواء، فهي كلهم من أصلهم نسب يفاخرون به في الطين والماء. إذن أصل هذه الشعوب هو الإنسان. الآن هناك علم حديث يسمونه علم الأنثروبولوجيا، الذي هو دراسة علم الإنسان، العادات، الطبائع، أصول هذه العادات، نشأة المجتمعات، انتقالها، دراسة المجتمعات، عبارة عن أحافير داخل الإنسان ذاته. ولذلك في قدر كبير من العادات إن صح التعبير هو مشترك. يعني لما تقرأ بعض الكتب تجد أن هناك العادات قد تبدو أنها عادات مثلا عربية أو عادات محلية، مثلا كثير ما تكلم مثلا عن عادات الجن مثلا، أو التشاؤم، أو طريقة اتقاء العين، أو بعض الأمور التي يعني يفعلون، مثل أحيانا يضعون حدوة حصان على الباب، أو لا يمرون مثلا بالمظلة المفتوحة الشمسية المفتوحة، لا يمرون بها من تحت السقف، يعتقدون أن هناك شيء ما. العروسة أحيانا يجب أنها لا تطأ على عتبة الباب حتى يكون هناك نوع من الاستمرارية في العلاقة الزوجية، ومن هنا جاءت عندهم فكرة حمل العروسة مثلا. إذن هناك قدر كبير جدا من العادات هي تتنقل يعني ما بين الشرق إلى الغرب، أنه ليس هناك حواجز كبيرة، فتجد كثيرا من أصول العادات تجدها مثلا في الهند أو في السند أو في الصين أو في أوروبا أو في مصر أو في الشام على حد سواء، فهناك قدر من العادات مشتركة بين الناس. هذه قصة. القصة الثانية أن هناك بعض الشعوب لها عادات خاصة، بمعنى أن يكون الشعب أحيانا أشبه ما يكون بالشعب المعزول بالتابو محصن. مثلا في أوروبا عندك ما يسمونهم بالغجر، هؤلاء لهم عادات خاصة حتى الزواج، لا يتزوجون من غيرهم، والذي يتزوج من غيرهم أو يزوج فإنهم ينفونه ويحاربونه، ويتميزون بعاداتهم الخاصة في الجلسات والسهرات وحكاية التاريخ، وعندهم اعتقاد أن لديهم معرفة بالمستقبل أكثر من غيرهم، وذلك تكثر عندهم قراءة الكف. فعندهم عادات حتى في لباسهم وحركتهم وتنقلهم كبيرة جدا ومتميزة، بمعنى أن العادات لديهم واضحة وشديدة الظهور والتأثير على مجتمعاتهم. لما تنتقل مثلا للعالم العربي ممكن تجد أن ما نسميهم بالطوارق، وهذا مجرد مثال، الطوارق في أفريقيا ما بين ليبيا، الجزائر، النيجر، مالي، هذا القبائل العريقة التي تتميز كما هو معروف بلباسها، غالبا يلبسون اللباس الأزرق، لون السماء، لون الحرية، لأنهم يعشقون الحرية ويتجولون في هذه الصحراء، الغطاء الذي يغطون به رؤوسهم ووجوههم أيضا، الرجال، واللي يمتد يكون أحيانا طول 12 متر من الشال الأبيض أو من القماش الأبيض، فيلفون به وجوههم علامة على أنهم في الغالب أنهم يتقون به المطر الريح، ويتقون به الغبار والرمل وشيء من هذا القبيل. عندهم أيضا دور المرأة كبير، يعني معروف عند الطوارق أن المرأة تقريبا هي مديرة المنزل والمسؤولة عنه. بعضهم ينسجون أساطير أنه والله في معركة هزم فيها الرجال ودافعت فيها النساء، ولذلك أخذت النساء دور القيادة. يبدو أن هذا ليس بصحيح، وإنما القصة أن الرجال كثيروا التنقل ما بين بلد وآخر بسبب الظروف والحروب والاعتبارات المختلفة، ولذلك المرأة أصبحت هي سيدة البيت وسيدة المنزل وأخذت هذه المكانة والمنزلة. فهنا تجد أن هناك عادات خاصة بهذه الشعوب. أنت ممكن تتحدث عن العديد من العادات أو الشعوب في كل بلد إسلامي الآن، ممكن تجد مثلا في اليمن، تجد في مصر، تجد في العراق، في حتى في فلسطين وفي الأرض المحتلة، هناك عادات معينة تخص فئة قليلة وفئة محدودة من الشعوب. إذن هناك شعوب
ربما لديها عادات تحكم كل وقتها وكل تصرفاتها، بينما شعوب ربما العادات تحكمها في أمور معينة دون غيرها. إذن حجم العادات حجم كبير في الشعوب وراسخ. هذا يطرح سؤال تغيير العادة، يعني تغيير يعني إذا كانت بهذه الحجم وبهذه الرسوخ يصبح تغييرها صعب ويعمل نوع من الربكة والاختلال في المجتمع. هو يعني العادات هنا تختلف، يعني في عادات جوهرية يعني أو ما يسمونه بالتقاليد، يعني مثلا في بريطانيا عندهم التقاليد المتعلقة مثلا بإغلاق المحلات في المساء قبل الغروب، المحلات المتعلقة بالمرور مثلا، العادات المتعلقة بالزواج أو حتى ما يتعلق بالملكة والحرس الملكي الذي ربما لا أحد يزور لندن إلا يشاهد ذلك. هذا نوع من العادات التقاليد التي ربما لا يتخلون عنها بل يتحمسون ويتعصبون لها. إنما هناك الكثير من العادات البسيطة المتعلقة مثلا باللباس أو المتعلقة بالطعام أو أشياء من هذا القبيل يسهل عليهم تغييرها. أعتقد أنه بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي يوجد عنده الشيئان معا، يوجد عندنا العادات الراسخة التي تعبر عن الهوية والتي يعتبر التخلي عنها نوعا من الانفصال عن المجتمع وقيمه، ويوجد تلك العادات السهلة التي يمكن استبدالها. كيف ينظر كل مجتمع إلى عاداته؟ من الواضح أن المجتمعات يعني متمسكة دائما في عاداتها وترى أنها صواب وتحافظ عليها وتحميها. هو كل مجتمع يعتقد بأن عاداته هي الأفضل، بمعنى أنه لو خير هذا المجتمع لم يختر إلا العادات الموجودة عنده. الكثيرون لديهم اعتقاد أن عاداتهم هي عبارة عن فطرة أو طبيعة أو غريزة إنسانية، ولذلك هم يستغربون أن لا يطبقها الآخرون. حتى حينما تكون تلك العادات عادات ربما تكون سيئة أو مرذولة، أنا أذكر مثلا مرة كتاب عن العادات في أفريقيا في القديم ويتكلم عن عادات يعني العري وكيف أن ابن خلدون جاء إلى منطقة كان الناس فيها لا يلبسون، ولما أراد الملك أن يلزمهم بذلك ذهبوا ويعني ركعوا بين يديه وتوسلوا إليه أن يتركهم وعادات آبائهم وأجدادهم مثل ما هو يحافظ على عادات آبائه وأجداده، وأنه حتى الذين أسلموا ربما يدخلون في الإسلام وذلك يصعب عليهم تغيير مثل هذه العادة المتوصلة الراسخة. ابن خلدون ولي القضاء أو ابن بطوطة، يمكن أنا غلطت يعني مش ابن خلدون، ابن بطوطة ولي القضاء عنده، فيقول أنه قصار ما استطاع أن يفعله أنه والله لا يسمح لأحد أن يدخل مجلس القضاء عنده إلا ويكون يعني متزينا بهذا الزي أو هذا اللباس. إذن هنا ما يتعلق يعني موضوع كيف ينظر كل شعب إلى عاداته، أن كثير من الشعوب ينظرون إلى عاداتهم حتى لو كانت سيئة ينظر إليها على أنها عادات حسنة وعادات جميلة ومقبولة، ولو خيروا ما اختاروا إلا مثل هذه العادات. ومن هنا تأتي المشكلة في يعني التخلص من العادات السيئة أو النظر إليها، واعتبار أن من يخرج على هذه العادات كأنه خارج على القانون أو كأنه شاذ عن هذه المجموعة. ولذلك الله تعالى حكى عن المشركين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهنا مسألة ما وجدنا عليه آباء، حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، لاحظ حسبنا بمعنى يكفينا. فهم هنا يقولون أنه لا لسنا بحاجة إلى تجديد ولا إلى تغيير ولا إلى تطوير ولا إلى عادات جديدة، حسبنا يكفينا الأمر الذي تلقيناه من الآباء والأجداد. هذا القانون في العادات يكاد يكون مسيطر على الكثير من الشعوب. أحيانا المجتمعات بعضها حاليا أو بدأت تظهر تبرم من بعض العادات أو ينقمون على بعض العادات وتبقى يبقى هذه النقمة في السر وفي الخفاء ولا يظهرونها. الآن بدأنا نسمع يمكن أحيانا أن في بسبب وسائل الاتصال والإعلام ونوع من النقد العلني لكثير من العادات، هل تؤيد مثل هذا النقد لعادات المجتمعات؟ ولا من الأفضل أن يبقى في السر ويبقى التغيير تدريجي؟ النقد يعني هناك نقد الآخرين وهناك نقد الذات. بالنسبة لي يعني مثلا نحن كشعب خليجي ربما أو كمصريين يعني نحب أن ننقد أنفسنا وربما نجريها مجرى أن هذه نكتة أو ضحكة ولا نجد في ذلك غضاضة، لكن إذا سمعنا الآخرين ينتقدوننا حتى لو كانوا من بني عمومتنا أو من جيراننا ربما ننزعج من ذلك ونتبرم منه، لأننا نشعر أن القصة هنا نوع من الاستنقاص، وهذه نقطة ينبغي اليقظة لها. فمسألة نقد العادات، نقد الناس لعاداتهم، إذا لم ينقد الناس عاداتهم
وفي الوقت ذاته هم لا يسمحون للآخرين بنقد هذه العادات، معنى ذلك أن هذه العادات ستظل موجودة وقائمة. إذا كان أغلبية الناس يستسلمون للعادات الموجودة، فيجب أن نلاحظ أن هناك فئة أو قلة تقوم بنقد هذه العادات بطريقة صارخة أو مبالغ فيها، بمعنى أنك لما تنظر إلى مجتمع ستجد أن الغالبية هم يتقبلون هذه العادات لأنها مألوفة، يكفي أنها مألوفة عندهم، لكن ستجد فئة من الناس خاصة الناس اللي ذهبوا وجاءوا وسافروا وقرأوا واطلعوا واحتكوا بثقافات أخرى، ستجد هؤلاء الناس ربما ينقمون أو ينتقدون، ويكون عندهم حالة أحيانا من ما يسمونه بجلد الذات، يعني المبالغة في النقد. أنا بالمناسبة أذكر في إحدى البنات مرة كتبت يعني مقال ربما أنا أتذكره في النت، عنوانه العادات السبع للسعوديين الأكثر سماجة أو شيء من هذا القبيل. طبعا البنت من الواضح أنها فتاة سعودية، وهي يعني تنتقد العديد من العادات التي تعتبرها سيئة. فهنا يعني شوف مثل هذه العادات، طب ممكن أذكرها لك. طيب يعني يمكن يتضح فيها قضية المبالغة، يتضح فيها أحيانا نوع من الطرفة فيها، فيها طرافة، هي يقصد من الطرفة، بعضها ربما تكون أصابت الهدف وبعضها ربما أخطأت. يعني تذكر مثلا العادة السابعة التدخل في الشؤون الخاصة للآخرين، يعني هذه جزئيا موجودة وهي عون خليجية، جزئيا خليجية ليست خاصة يعني، لكن متقاربة جدا مع بقية يعني دولة. مثل عملية السؤال الآن في معظم بلاد العالم لا يسألون عن اسمك، إنما يسألون عن البلد الذي أنت فيه مثلا، أو طبيعة زيارتك مثل البلد أو العمل الذي تقوم به. لكن عندنا مثل من العادات أنه أحيانا قد تطرح أسئلة مباشرة بطريقة فيها تسرع يعني للإنسان، هذا ليس كثير لكن موجود. يعني قد تسأل المرأة مثلا متزوجة أم لا، إذا كانت متزوجة أنت حملتي ما حملتي، عندك أولاد ما عندك، أحيانا مثلا السؤال عن الراتب، هذا في كثير من بلاد العالم لما تسأل إنسان عن راتبه يعتبرون هذا فضول، يعني فضول وعيب أيضا. لكن احنا احيانا ربما بعض الناس هذا نتيجه عدم التهذيب في الاحتكاك بالاخرين، وهي ليست قصه طبعا عامه، يعني في واحد يعني يتكلم عن احيانا منطقه بعينها ان اهل هذه المنطقه عندهم فضول. طبعا البنت هذه ذاكره قصص وقضيه انتقابيه ولا كذا. في العاده السادسه استخدام اسلوب الامر، أما هذه أنا أعتقد أنها موجودة، بمعنى أن الناس لم يتربوا على اللغة السحرية لو سمحت ولا مثل الله يعطيك العافية ولا كذا، وإن كان الناس بدأوا يتعلمونها خاصة البنات والشباب، لكن أحيانا تجد الأمر حتى مثلا الطالبة لما تكون عندها مثلا دكتورة أعيدي أو وشي هذه مثلا أو كذا، بينما الكلمات الأسبقية قل ما يتم استخدامها والتعود عليها. عندك عادة الطوابير، وطبعا المقصود عادة عدم الطوابير، بمعنى الناس يتجمهرون عند الأشياء، وعلى حد المثل الشعب اللي يقول من سبق لبق، يعني إذا إنسان وجد فرصة. حتى أنه في قصة أنا كنت أسمعها قبل سنوات، وقبل يومين أحد الشباب قالها لي أنه رآها بعينه، أنه والله مثلا واحد شاف التجمهر هذا وشاف أنه محتاج إلى أنه يقف في طابور، فقال هي فوضى، القصة فوضى، يعني أنه معناه أنه يجب أن يكون هو المتقدم. الغريب أن شبابنا السعوديين وطبعا يتحملون، لأنه إحنا يعني أولاد القرية كما يقولون، أنه في رأيتهم في بعض الجامعات في بريطانيا عودوا زملائهم الآخرين عند ركوب الباص مثلا كيف أنهم يتجمهرون بدلا من أن يقفوا خلف بعض. يعني أيضا عندك عادة مسألة ما نعبر عنها بالتصنيف، التصنيف، وهذه أيضا موجودة، سواء كان تصنيف مناطقي أو تصنيف، أحيانا ربما لا يكون تصنيف فكري، في تصنيف فكري أو تصنيف قبلي أو غير قبلي أو شيء من هذا القبيل الذي من شأنه أن يضع حاجز، لكن أحيانا يكون فيه يعني تصنيف يجعل الإنسان يعني يفسر سر اختلافه عن هذا الشخص بشيء لصالحه هو يعني وضد الشخص الآخر. عملية استحلال أذية المخطئ، هذه ليست قاعدة بل ليست صحيحة. أذية المخطئ يعني كثير من الناس في كثير من شعوب العالم قد يقعون في ذلك، وهذه بالمناسبة هي قصة أنه الإنسان الذي يعيش في مجتمع من طبعه أن يعرف عيوب هذا المجتمع ولذلك ينتقدها. فممكن الذي أنا أعتقد أنه خاصية مثلا لشعب خليجي أو شعب عربي
لو أنني قمت بجولة على العالم لوجدت أن هذا ليس خاصا وإنما موجود في كل بلاد العالم، وربما أكتشف أيضا عيوبا أخرى أسوأ منه. قضية النظرة الدونية للمرأة، وهذه موجودة عند يعني العديد من الناس وفي العديد من الحالات، ربما ليست قليلة إذا كانت يعني يكون الحديث عنها بشكل معين. أنا أجد أن هناك دراسة حقيقية تكلمت مثلا عن الأطفال وكيف أنه 98% من الأطفال الشباب الذكور يعتقدون بأنهم أفضل من البنات، بينما 99% ونص من الرجال البالغين يعتقدون ذلك. قضية أنه يعني الأسر التي لا يولد لها إلا بنات تشعر بخجل أحيانا، وربما الزوج مثلا يتزوج بأخرى من أجل أن تنجب له ذكورا، أو يستحون أن يقولوا عندنا كذا من البنات. الزوج يكون مدلل، يعني يقول لك أكثر رجل دلال في العالم هو الزوج هنا في الخليج، حتى لو كان زوجته مثلا أستاذة في الجامعة أو شيء من هذا القبيل فهي تقوم بخدمته بشكل ممتاز. طبعا هذه تحسب للمرأة، ولذلك الرجل عليه أن يقدر مثلا هذا المعنى. المهم هناك دراسات علمية وليس مجرد كلام يعني نكتة أو كاريكاتير مثل ما ذكرت البنت هذه، يوحي بأنه فعلا أحيانا يوجد شيء من ذلك. النقطة الأخيرة هو الغريبة، القز، ما أدري هذه أنت القز تعرف شو معناها في الـ لا القز يعني لها معنى عندنا في وش معنى عندكم القز؟ يعني أظن التمشي ولا لا، القز هو معناها التحديق، وخاصة في المرأة. نعم. يعني الشباب احنا نسميه الخز. اي الخز او القز معناه التحديق في المرأة. هذا ايضا اراه موجود، ربنا سبحانه يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، فيها نوع من الفضول. المؤمنات يعني يغضون من ابصارهم ويحفظن فروجهم، حتى لغير المرأة يعني الرجل يعني عندنا مثلا عادة في يمكن في الخليج انه اذا وقفت في الاشارة مباشرة تطالع السيارة اللي يمينك ولا السيارة اللي يسارك. يحدث هذا، ولكن احيانا يحدث ان الانسان يعني ما بالفضول ربما يجد انه سواق ومعه مثلا بنات فيقع هناك تجاوز. طبعا في بعض البيئات يكونون يعني شديد الحساسيه، يعني مثلا عندك لما تروح مثلا في مدينه الطائف بسبب يعني يمكن الجو القبلي يكون هناك انزعاج من هذه العادة السيئة وهي عادة القز. يعني أحيانا ممكن واحد يقول لك شو طالع شو طالع، هذه معناها القصة خطر. يعني أنه المهم حتى الغريب أحيانا بعض الشباب الذين يذهبون إلى بعثات، والبنت هذه ذكرت بعض القصص وأنا أعرف بعضها، يقع عندهم مثل هذا الأمر. أو تجد واحد رايح في أسبوع الزواج في يعني شهر العسل، ذهب مثلا سياحة إلى بلد معين يقولون عينه زايغة، وقد يكون معه زوجته في المطعم أو في غيرها، ومع ذلك تجد أنه يطلق بصره ونظره ذات اليمين وذات الشمال. أنا هنا أتحفظ على اعتبار هذه الأشياء يمكن تسمى عادات لشعب معين. ومعالجة العادات بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب هل ترى بأنه مفيد ولا لا؟ هي يعني السخرية من العادات، السخرية من وضع سيء قائم عندنا يعني بهذه الطريقة، وحتى لو كان فيها نوع من المبالغة. يعني أنا أعتقد أنه يعني المبالغة ربما ننظر إليها على أنها مثل الكاريكاتير أحيانا، يتعمد إظهار الأمر بشكل مبالغ فيه، ولكن الخطر هنا هو أن البعض من الناس ربما لا يكون عنده تكيف مع مجتمعه بسبب أنه لا يرى إلا العيوب. أما المحاسن الإيجابيات يعني مثلا هنا ما يتعلق لو أردنا نقول عادات مثلا السبع الجميلة، ستجد أن والله في ناس عندهم عادات حسنة، قضية مثلا حشمة المرأة، قضية خدمة المرأة، قضية الوقوف لمرور المرأة في الشارع، في يعني في مجموعة عادات ربما يستطيع الإنسان المنصف أن يعدها ويعتبر أنها عادات حسنة وعادات جميلة وإيجابية. لكن المقصود كما قلت من الواضح أنه القصة كاريكاتيرية، وهذه تذكرني بطرفة يعني كثيرا ما نسمعها ليست جديدة، لكنها معبرة عن جانب من اختلاف العادات، وفيها تعبير عن نقد ربما قاسي إن صح التعبير للمجتمع. يقولك إنه يعني الناس يتكلمون عن العادة من خلال العصفور، واحد يعني يقول في عصفور موجود، ما هو موقف كل شعب منه؟ قالك والله الفرنسي يعني أصبح يقلد نغمة هذا العصفور، الأسباني أصبح يتراقص ويتمايل على صوته، الإيطالي قام برسمه، يعني إشارة إلى خاصية لكل شعب من الشعوب. نعم. هذا ربما الرسم ولا الغناء ولا البريطاني أطلق عليه النار. هنا تتحدث عن تاريخ مثلا. نعم. الأمريكي صنع فيلم عن هذا العصفور، طبعا من باب يمكن إضافة عربية، قال لك المصري قلد هذا الفيلم وذكروا أسماء محددة يعني. هنا تجد أنه مثلا اليهودي
وهذا لطيف يعني أنه اليهودي بدأ يتباكى ويقول أن العصفور هذا من ذرية هدهد سليمان ويطالب به ويريد أنه كل من مر أو شاهده يدفع له شيئا، إشارة إلى البخل وحب المال وإلى آخره، الاستحواذ. أيوة الاستحواذ. عندك تكلم عن السوري وأنه تكلم عن تاريخ هذا العصفور والمقاومة والنضال القومي وشيء من هذا القبيل. تكلم عن الخليجي وأنه والله واحد يضرب هذا العصفور بالحذاء وصديقه يقوم بتوثيق هذه اللقطة ونشرها في اليوتيوب. في اليوتيوب نحن نجد فعلا نماذج في اليوتيوب تعبر عن يعني جانب لا أخلاقي، لكن أعتقد أنه هنا من الأخطاء عملية التعميم واعتبار أنه حالة خاصة أو حالة شاذة يمكن تتحول إلى أن تكون عادة يعني يوصم بها ناس بأكملهم. لا، العادة إنما تكون هو الوضع العام، الوضع الغالب المسيطر المتبع عنده. أما قضية وجود الشذوذ فهو كما يقولون هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة. تخفيضات 50% الماجد للعود. عندي أمنيات كتيرة جدا، هعمل فطور لصاحبات الإقباط. مش تأكد إن زكاتي بتوصل لليدات الأمينة مش لليدات الإرهابية. أبي أطلع في بيتي شعار الله نور، أما الجهل والتطرف فما الظلمة. أنا حناضل عشان قانون مدني، لأن أي قانون تاني حيبقى ديكتاتوري. تخفيضات 50% الماجد للعود. تخيل لو استيقظ كل منا ليجد في بيته حجرا. تخيل لو اجتمع كل منا مع جاره وجمعا الحجرين، ثم قام كل فرد من أفراد مجتمعنا بالمثل، يعملون معا ليبنى أساس كل وفاء اجتماعي وصحي وديني لخير هذه الأمة. برامج الوفاء، لأن كرمكم هو حجر الأساس. عجز الميزانية غطيناها، شؤون الموظفين حليناها، أما الإسكان بخطى وافقة انطلقنا نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناقة ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. شماغ البسام بلس 10 سمو الأناقة. شماغ البسام جودة نرتديها. دكتور، بما أن مجتمعات محافظة ومعروف أن يعني فينا قدر من التدين في المجتمعات الخليجية، إلا أن أحيانا ما تكون العادات تزاحم الدين، فيكون هناك صراع ما بين العادة وما بين الدين، وأحيانا يكون يعني تلبس العادة ثوب الدين. صح، صحيح. أو الباس العادة ثوب الدين هذه مشكلة، لأنه يعني أكثر ما يحول دون تغيير العادات السيئة هو ربطها بالدين والقيم الدينية، ولذلك حتى نقد هذه العادة قد يبدو كما لو كان نقدا للدين ذاتي. يعني أنا مرة وجدت واحد مثلا مغضب غضبا شديدا من قضية نشرت في إحدى الصحف في مقال،
هذه القضية يعني ليس لها علاقة بالدين، لكن هذا الشخص انزعج منها فتكلف أن يربطها بأثر ديني حتى يحول بين الناس وبين معالجة هذه القضية. ولذلك ينبغي الفصل ما بين الدين الشريعة المنزلة وما بين العادات الموجودة عند شعب من الشعوب والتي تختلف، لأنه أنت هنا تتكلم عن عادة مثلا في السعودية، هذه العادة ربما يوجد عادة أخرى مختلفة عنها في مصر أو في الشام أو في العراق أو في ما وراء النهر بلاد المشرق في بلاد إسلامية، فمن الصعب جدا أنك تريد أن تجعل عاداتك هي فقط المعبرة عن الدين. لو نظرنا مثل قضية المرأة كمثال، ربما تعرف كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة للشيخ عبد الحليم أبو شقة، يعني هو تكلم عن حديث من الصحيحين وغيرها فيها توازن ما بين العادات اللي كانت موجودة في العهد النبوي وما بين يحكم هذه العلاقة وما بين عادات قد تكون موجودة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية، هي موروث عربي أو موروث أحيانا قد يكون جاهليا، مثل اعتبار المرأة عارا أو عدم النطق باسمها إلى غير ذلك من الاعتبارات التي أو حرمانها من الميراث أو تضخيم خطئها ومعاقبتها عليه بطريقة غير صحيحة. إذن ينبغي أن نفصل ما بين العادات وما بين الدين، يعني العادات المحضة ينبغي أن نفصلها ونعالجها، يكون عندنا جرأة في معالجتها وتصحيحها. طيب دكتور، عندنا مقطع فيديو يتعلق بموضوع العادات وعادات الشعوب، نشاهد إن شاء الله ونرجع. عطنا فيديو. هذا ليس عرضا سينمائيا لأناس عاشوا في عصور غابرة، بل هو واقع يحدث اليوم بكل تفاصيله. هنا في قرية تلب بن حسن الحميري، نسبة إلى أحد ملوك حمير والواقعة في منطقة يافع لبعوس بجنوبي اليمن، يعيش المئات على هذا النمط. يرفض هؤلاء ارتداء القمصان أو البنطال، ولا معنى بالنسبة لهم أن يقصوا شعر رؤوسهم، أما أقدامهم فقد طوعت الطبيعة لمصلحتها. إذا مرض أحدهم فالدواء هو العسل والأعشاب، وإذا أراد أحد الشباب الزواج فالمهر في إطار القبيلة آية من القرآن. ترك معظم الأطفال مقاعد الدراسة والبعض لا يعرفها أصلا، فمهمتهم غالبا هي مساعدة الأهل. وعلى الرغم من إدراك أفراد القبيلة أنهم يعيشون في عصر مختلف، إلا أن تمسكهم بهذه العادات له تفسيره الخاص. جاءت الفكرة بهذا الشكل. أنا أقول لك، أولا حمير هي قديمة، وثانيا شيخنا اللي هو شيخ شمل، يعني شيخ قبيلة قبائل آل حمير اللي الشيخ عبد الله بن مشهور الحميري، استجن وفجأة جانا باللباس هذا، اللباس هذا، ومش من مأرب، يعني مأرب كم تكلمنا على أنه مشي أربع محافظة أو خمس محافظات تقريبا بالشملة، وحافي وشعره هنا ولحيته هنا، بعدين احنا طبقنا. لا يعيش أفراد القبيلة عزلة عن المجتمع، كما لا يشكلون خطرا على أحد حتى وإن حملوا السلاح أينما ذهبوا. لا يوجد أي شيء يشوب أن هؤلاء يمثلون خطر أو شيء في المنطقة، وإنما مجرد زي أو منظر معين يظهروا فيه يكون ملفت للأنظار. يقتصر الالتزام بعادات القبيلة على الذكور فقط، أما النساء فغالبا ما يقمن بأعمال المنزل، كما يساعد العجائز منهن الرجال في حرث الأرض أو الرعي، وهما مصدران أساسيان تعتمد عليهما القبيلة في سد احتياجاتها المعيشية. يعني عادات غريبة جدا في عصر العولمة وفي عصر تقاربت فيه الثقافات وتقاربت فيه العادات، وما زالت بعض القبائل تحافظ على يعني عاداتها وإن كان فيها غرابة وإن كانت بعيدة عن السياق الثقافة الكونية أو ربما السياق الكونية. الاجتماعي وإن كنت أقول أنه مثل هذه العادات على محدوديتها، أنه أحيانا عند الجماعة لها ما يسوغها ولها ما يبررها، بحيث أنها يعني يتم إن صح التعبير ترشيد هذه العادات، ربما تكون بعض العادات في الأصل عادات غير جيدة غير حميدة، ولكن الناس يقومون بترشيدها، أما استجابة لطلب لدعوة المجتمع وتزامنا مع سياقه أو التزاما بالقيم الدينية والأخلاقية، بحيث أنه هنا يعني خاصة أنه تكون هذا خاص بالرجال يعني، وهي عادة ربما متبعة ومقبولة عندهم. طبعا في موضوع العولمة
والعادات المتعلقة بالعولمة، يعني العولمة غيرت الكثير من العادات، يعني نقلت عادات كثير من الشعوب سواء بواسطة الإعلام والأفلام وغيرها، وعممت بعض العادات، وعممت أو يعني بمعنى أنه حتى الشعوب الضعيفة تم نقل الكثير من عاداتها. تجد الآن فيه عادات عربية أصبحت تطبق أو يتحدث عنها في كثير من المنابر في العالم، أو عن طريق الاحتكاك بين الشعوب بعضها وبعض، عن طريق السفر، التبادل التجاري السياحي، إلى غير ذلك من الاعتبارات. ولذلك هنا يعني تصبح قضية معرفة عادات الشعوب يصبح لها أهمية وضرورة. مثلا كثير من الشباب يذهبون إلى الصين مثلا في تجارة، تجد الكثير أو سياحة أو يعني مصالح الدنيا المتبادلة. هنا طبعا تحتاج وأنت في الطريق مثلا من جدة إلى هونغ كونغ أو إلى دولة أو أخرى أن يكون عندك كتاب تقرأ عن عادات هؤلاء الناس، وخاصة تلك الشعوب التي ربما تكون العادات عندها مستحكمة. ترى يعني بالمناسبة يعني في شعوب ربما أنه حساسين جدا تجاه أشياء بسيطة. يعني مرة واحد يقول لي مثلا في الصين إذا تقدم لهم البطاقة لازم تقدمها بكلتا يديك، لو قدمتها بيد واحدة يعتبر هذا نوع من قلة الاهتمام مثلا. وكذلك طريقة الهدايا، أحيانا إعطاء هدية مبالغ فيها قد لا يكون شيئا محببا أو محبذا، لأنه يجعل الآخر مرتهنا لك أو يجعل أنك متفوقا عليه بتقديم هذه الهدية على سبيل المثال. لما تذهب مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كثير من الشباب مبتعثون أو للعلاج يقعون في أخطاء جسيمة. على سبيل المثال إذا أوقفك رجل المرور لا تنزل، إحنا عندنا متعودين أنه تنزل أنت لمركبة المرور، وإن كان هذا خلاف النظام والقانون، ولكن لو لم تنزل ربما عاتبك أو عابك. فهناك إذا نزلت يعتبر كأنك ربما تهدده، ولذلك يجب أن تبقى وأيضا لا تخفي يديك، وإنما تظهر يديك تكون واضحة بحيث يطمئن، لأنه ليس عندك أي حركة، لأنه قد يعتبر أنك تهدده في الحالة هذه. كذلك قصة يعني الأطفال مثلا في الشوارع، عملية يعني حضن الأطفال أو تقبيلهم، عندهم حساسية منها أنهم أحيانا قد يعتبرون أو لديهم يعني شدة مراعاة قضية احتمال يكون هذا فيه تحرش، إلا إذا كان مع والديه وتكون العملية عملية واضحة وسهلة جدا. ولبعض الحركات حتى مع الأبناء، يعني في واحد سجن وأخذ ولده منه ووضع في مكان ملجأ بسبب أنه قام يعني بتقبيله بطريقة معينة في الشارع، يعني وهذا اتصل بي يعني أكثر من قصة، في قصة في الولايات المتحدة وفي قصة أخرى في ألمانيا. فيقع أشياء من هذا القبيل بسبب عدم المعرفة بالكثير من العادات. كذلك بعض الشباب مثلا إذا وجدوا إنسان قابلهم وجدوا أنه يبتسم لهم، مثلا قد يصافح شخص فتجد أنه يبتسم ويضحك ويتكلم معك، يعتقدون أنه هذا معناه أن الشخص هذا يرغب أن يقيم علاقة معك. القصة هنا يجب أن تفهم خصوصا إذا كانت امرأة، يعني أنها مجرد مجاملة يعني معتادة عندهم لكل أحد تبذل. أما أن يأخذ الإنسان رسالة خاطئة من هذا الأمر، أنا وجدت أنه في كثير من الشباب لما يريد أن يذهب مثلا إلى كندا، إلى أمريكا، إلى بريطانيا لغرض ما من الأغراض المشروعة، تجد أنه يكتب في النت يطلب معلومات من الناس الذين سبقوه، أو يدخل منتديات الآن، منتديات كثيرة، أو في المنتديات، وناس ربما يكونوا موجودين الآن. وخاصة أنه أحيانا تجد مثلا أن العادات الموجودة في العاصمة غير العادات الموجودة في الريف أو في القرية أو في مدينة أخرى ربما أنت فيها. بعض المدن تكون مدن معولمة إن صح التعبير، بمعنى العاصمة في الغالب فيها من كل الشعوب والأعراق والأجناس، على ما يقول المتنبي تجمع فيها كل لسن وأمة فما يفهم الحداثة إلا التراجم. فيكون فيها أنماط من الناس مختلفة. وفي مثل هذه الحالة حتى لو أن الإنسان تجاوز حدود ما يسمى بالإتيكيت أو الذوق ربما يكون مقبولا، لكن في بعض المناطق لا، مناطق ريفية مثل ما تجد في كثير من البلاد العربية والإسلامية. يعني لو تخيلت واحد مثلا غربي يأتي إلى بلد عربي أو إسلامي، هنا سيجد أنه محتاج كثيرا إلى أن يفهم تفاصيل العادات والتعامل مع الناس في معظم القضايا. هل ترى هذه ميزة للعولمة بأنها جعلت هناك قدر مشترك من العادات وقدر مشترك من القيم،
ولا أنك تؤيد أن يكون لكل شعب خصوصيته وتحفظ هذه الخصوصية؟ هو الخصوصية ضرورة لأن تميز الشعوب وهي أحيانا جزء من الهوية كما ذكرنا. وفي قصة العولمة طبعا يجب أن يكون عندنا مناعة وحصانة، إذا فعلنا ذلك نستطيع أن نتعامل بشكل صحيح وأن تكون العولمة فيها جانب إيجابي كبير. أما إذا وقعنا ضحية يعني النقد المفرط للذات، فقدان الثقة حتى بعاداتنا، العادات الحسنة والعادات الجميلة والطيبة ينبغي أن نحافظ عليها حتى في عصر العولمة. ولذلك يعني بقدر ما تكون العولمة ممكن أن تنقل لنا بعض العادات الحسنة والعادات الجميلة التي نحتاج إليها. يعني على سبيل المثال موضوع الكرم مثلا، الكرم عند العربي تعرف أنه مثلا عنترة بن شداد أو حاتم الطائي مثلا لما يأتيه الضيوف قد يعني يضطر إلى أن ينحر لهم فرسه التي لا يملك غيرها ويتمثل بأبيات من الشعر، يعتبر هذا يعني نوعا من الكرم. لكن الآن في مثل هذا العصر هذا النمط من الكرم البذخ المبالغ فيه ربما لا يكون مقبولا، وهذا فرصة أن نستطيع أن نقلم هذه العادات أو نصححها. المقارنة الآن معرفة تاريخ الشعوب أو معرفة عادات الشعوب مثل ما تفضلت يتيح المجال للمقارنة ما بيننا وما بين الشعوب الأخرى، هل ترى هذه المقابلة حسنة أو هل مطلوب أن نقارن مثل المقارنات؟ هي المهم أن تكون مقارنة علمية وموضوعية. أنا وجدت مثلا الذين يقارنون غالبا يكون عندهم قرار مسبق قبل المقارنة، إما أنه سيقول نحن الأفضل، وهذا هو الغالب أننا نقارن حتى نثبت تفوقنا على الآخرين، وتجد أننا نبالغ أحياناً في إضفاء صبغة قيمية أو أخلاقية أو فلسفية على بعض العادات ونتجاوز جوانب سلبية أخرى كثيرة. يعني مثل واحد مثل ما قلت لك عن عملية أنه والله عندنا السيارات أحياناً إذا كانت امرأة ستعبر يتم التوقف حتى تعبر المرأة، هذا مظهر جميل، هذه عادة حسنة جميلة، لكن ربما يأتي شاب متحمس يريد أن يستخرج من العادة هذه منظومة متكاملة من التعامل مع المرأة في هذا الإطار ويحكم على المرأة في هذا المجتمع أو نظرة المجتمع من خلال هذا الموقف. هنا سيجد نفسه محرج عندما يسأله الآخر الذي ليس على لسانه يعني قفل، أنه سيسأله مجموعة من الأسئلة أنه لماذا لماذا لماذا. لا تنضبط هذه المسألة، لكن هنا ممكن أقدم هذه كعادة جميلة وفحسب. إذن هنا أحيانا المقارنة نحن نعملها حتى نثبت أنه نحن أفضل، هذا الأنا الجماعية التفوق على الآخرين، هذا هو الأعم الأغلب، ومع الأسف هذا يقع حتى داخل الشعوب المتجاورة مثلا. تجد أنه مثلا نحن كخليجيين نتكلم عن عاداتنا وعادات المصريين لنثبت تفوقنا وليس لنتكلم عن إيجابيات مثلا، ويكون العكس أحيانا، وخصوصا يحدث من الناس الذين أتيحت لهم الفرصة بأن يسافروا أو أن يشتغلوا خارج البلد خصوصا في الدول الأوروبية والدول الأمريكية، فمباشرة أول ما يرجع يبدأ يقارن، وهذا قد يمكن يزعج الناس قليلا. أي أولا أنه ربما هو يقارن أحيانا، أنا أعتبر أنه الإنسان اللي ذهب ودرس وعاش فترة هذا معقول، لأنه يقارن وضع عاشه بوضع آخر عاشه وسيدرك بعض الإيجابيات الموجودة هنا والإيجابيات الموجودة هناك، ومن هنا عملية لتعارف، والتعارف هنا هو نشر معرفة معينة والاستفادة. وفي العهد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من عادات العرب التي كانت قبل الإسلام ولم يغير منها إلا كما ما يتعارض مع الشريعة، مع أن تلك العادات العربية من الثابت أن بعضها عادات جاءت من الصين وبعضها عادات جاءت من الهند وبعضها عادات جاءت من الحبشة وبعضها جاءت من مناطق مختلفة واستقرت، وهي في الجملة كانت عادات العرب في جاهليتهم، مع ذلك لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا كان ما كان يتعارض مع الشريعة أو مع العقيدة على ما هو معروف. فنعتبر أنه لما يقارن إنسان بين مجتمع ومجتمع وهو عاش فترة هذا معقول، المشكلة أن الإنسان يقارن في الغالب وهو لم يعيش، يعني واحد ذهب لمدة أسبوع مثلا تجول سياحة في بلد عربي أو حتى في بلد غربي، فلما يأتي تجد شاهد مثل مباني شاهقة وشاهد نظافة وشاهد انضباط، وبعد ذلك تجد يبدأ يقارن يعني بشكل فيه أحيانا نوع من التعسف أو نوع من الإطاحة. وبالمقابل أولئك الناس الذين يدافعون أحيانا من منطلق الدفاع عن النفس عن الأنا الجماعية صح التعبير، تجدهم بسهولة أيضا يقومون بالإطاحة بتلك الإيجابيات. يقول لك والله مثلا أنت لم تدرك هنا أنه والله إحنا مساحة بلادنا تختلف كثيرا عن مساحة بلادهم. طيب المساحة ما لها دائما علاقة، المساحة هي جانب إيجابي. إذا كنت ستقارن مثلا بين بلد وبين بلد آخر مثلا خلينا نقول سنغافورة مثلا أو بلد معين،
هنا ستجد أن المساحة ربما تكون لها جانب إيجابي، إمكانية توظيفها الاستفادة منها، أو يتكلم عن القضية الجغرافية، أو يتكلم عن عدد السكان. هنا في الصين عدد السكان الكثير استطاعوا أن يوظفوا إيجابيا لصالح البلد، لصالح البلد، أنه كل واحد يشتغل، هناك حركة دؤوبة، وهناك فعل بحيث هذا يبيع وهذا يشتري وهذا، وأيضا حركتهم في السياكل يعني بشكل غريب. وهناك شعوب على النقيض استطاعت أن توظف قلة عدد سكانها أيضا توظيفا إيجابيا. وهكذا ما يتعلق بالمساحة، مساحة البلد، شعوب وظفتها إيجابا طول المساحة، وشعوب وظفت قصر المساحة بشكل إيجابي. إذن نحن أحيانا أيضا تجد أننا متحمسون للدفاع، ولذلك هنا السيء دائما يمكن من العادات السيئة في موضوع المقارنة أن الإنسان يقارن وهو لا يتمتع بالحيادية، وأن لإنسان ولا معلومات كافية ومتكاملة، ولا معلومات يمتلك جزء من المعلومات أو جانب من ال... أي وأن لإنسان تقول مثلا ينتمي يشعر بالانتماء إلى مجتمع ما، أو يشعر بالانفصال عن مجتمع ما، أن يكون محايدا، هو في الغالب سيكون إما مع هذا المجتمع أو ضده. ولذلك إذا وفق الإنسان يكون عنده أنات وعنده استماع ويعني نضج، لأنه دائما سبحان الله المقارنة ترى في الجملة في نهاية المطاف تربي الإنسان على أن يكون عنده هدوء. يعني دائما يحدث هناك نوع من الأحكام تعميم على الشعوب، بمعنى أن الشعب الفلاني غبي أو الشعب الفلاني ذكي. هل فعلا هناك في شعوب ذكية وفي شعوب غبية أم لا؟ هو طبعا التعميم ما في شكل خطأ وظلم، ويمكن يوجد يعني شعوب ذكية، هنا طبعا يستخدمون هذا اللفظ، يستخدمونه من الشعب اليابان يعتبرون من أذكى شعوب العالم، لكن من الخطأ أن نظن أن هذا أمر يعود إلى جوانب وراثية مثلا أو عرقية أو جينية، أو جينية. لا، شعب اليابان يعتبرونه شعب ذكي أولا من جهة التعليم، من عهد الإمبراطور ميجي يعني وضع نظام في التعليم، نظام رائع وقوي ومبهر، وربما جزء كبير من النهضة اليابانية هي ترجع إلى هذا الإمبراطور وما وضعه من الأسس. إذن قضية النظام التعليمي مؤثر في جانب صناعة الذكاء وتحريك العقول. في جانب آخر وهو يعني التحفيز الاجتماعي، إنه بعض المجتمعات تحفز أفرادها على الإبداع وعلى العبقرية وعلى الذكاء وعلى الإنتاج، بينما مجتمعات أخرى تقوم بقتل هذه الطاقات والمواهب ومحاولة جعل الناس كلهم كأنهم يعني نسخ مصفوفة من كتاب واحد، أو يعني طبعات أو لبنات واحدة في طولها وعرضها ومقاسها، بحيث لا تقبل التغيير ولا تقبل الاختلاف أيضا، يعني يكون الإنسان فيه شيء من الاختلاف، فهذا يدمر عملية الذكاء لدى الأفراد. فيه سبب ثالث يذكر العديد من العلماء، حتى أنا أذكر دكتور بريطاني عنده كتاب اسمه أظن اسمه الطعام الذكي أو شيء زي كذا، تكلم عن أطعمة، نوع من الأطعمة الذكية، وبالذات ما يتعلق بالأسماك وما فيها من الدهون المناسبة التي يعني ليست الدهون الخبيثة مثلاً، أو 3. الدهون التي تنتج الكوليسترول أو غيره. أي بالضبط اللي هو أوميغا 3. أوميغا 3 وغيرها. فالمقصود أنه هنا يعني مجموعة من الاعتبارات، طبعا في أوروبا يجرون المقارنة، يعتبرون الشعب الألماني وربما السويسري بعده من أذكى، والهولندي من أذكى الشعوب. الغريب أنه في بعض الولايات، في الولايات المتحدة يجرون مقارنة أحيانا ما بين البيض والسود، وهذه أيضا نقطة ينبغي الانتباه لها، أنه أحيانا بعض الأطفال الصغار أو غيرهم ممن لم يتدربوا على التعامل ربما يكون عندهم مواقف غير جيدة، فيحتاج إلى أن يدرب حتى من خلال مشاهدة مثلا مناظر مثلا في النت أو في أو غيرها، أن يتدرب على التعامل مع الناس إن كانوا بيضا أو كانوا سودا، بحيث يكون عنده ردة فعل مزعجة أو ردة فعل محرجة. أيضا هنا فيما يتعلق بالعادات، خليني أقول لك القصة ذي، أنه مرة مجموعة من الشباب العرب ركبوا في مصعد، وركب معهم رجل أسمر اللون في الولايات المتحدة، فخلال المصعد طبعا كانوا يعني يسخرون به بلغتهم الدارجة المحلية، أنه انظر إلى وجهه، انظر إلى عينه، انظر إلى شفتي، انظر إلى كذا، ويعلقون ويضحكون يعني، حتى وصلوا إلى الدور الثامن في العمارة هذه، وطبعا الرجل سبقهم في الخروج وقال مع السلامة يا شباب باللغة العربية، فكانت بالنسبة لهم محرجة صدمة جداً. الأدهى من ذلك أنهم لما ذهبوا للشخص الذي دعاهم وجدوا أن هذا الشخص كان الشخص. أحد المدعوين. وأنا أذكر حصل معي في دبي، يعني في طاولة أنا كنت فيها، حصل موقف مشابه تماما لهذه القصة، وحتى أنا ذكرت لهم هذا
هذا المثل. المقصود هنا احنا كنا نتكلم عن ايش؟ نتكلم عن هل هناك شعوب ذكيه وشعوب اذكى. اي ان هناك اقول لك في الولايات المتحده عملوا مقارنه ما بين البيض والسود، وهذه حتى في كتاب تكلم عنها اظن فرانسيس فوكوياما عن هذه القضيه، انه يعني تبين انه ربما احصائيات عندهم قد تدل على انه البيض يحصلون على درجات اعلى، لكن هذا لا يعني انهم مخلوقون بذكاء. ممكن يكون أعلى. البيئه او الظروف، الفقر، الظروف الصحيه، الفرص التي تتاح لل... العائله، الثقافه، التعليم، حتى نظره المجتمع، العنصريه التي احيانا تحاصرهم، مجموع هذه الاشياء تحدث هذا. دكتور احيانا يعني نستعمل هذا التفريق في الذكاء ما بين شعوب ذكيه وشعوب غبيه من اجل تبرير تخلفنا، ودائما نسمع نحن شعوب همجيه، نحن شعوب متخلفه، نحن شعوب غبيه الى اخره. هل العادات العربيه في هذا المجال متشابهه ام مختلفه؟ هو اولا طبعا اذا قلنا ان عادات العالم لها جذور في الغالب، هناك كتاب اسمه يعني اسمه عادات اصل الاشياء، اصل الاشياء والعادات من تشارلز، يعني 500 صفحه يتكلم عن اصول العادات. اكتشفت انا من خلال قراءتي لهذا الكتاب ان هناك نسبه معتبره قد تصل الى 20% من العادات هي عادات يعني مشتركه بين الشعوب من دون ان يكون اي شعب تلقاها عن الشعب الاخر، يعني انه نقلها يعني فورا، انما هي موجوده عندهم منذ القديم. يعني المقصود أن هنا الشعوب العربية أو لو وصم الشعوب العربية بالغباء أو غيرها، هذه نظرية تعتبر نظرية عنصرية، ويمكن نحن نعرف فلاسفة في أوروبا مثل غوستاف لوبون وغيرهم، وأيضا هتلر لما قام بتصنيف الشعوب وتكلم عن الشعب الآري وإلى غير ذلك، هذه نظرية مرفوضة. والأصل أنه لا يوجد شعب أذكى من غيره إلا بموجب ما ذكرناه الذي هو في يرجع إلى طريقة توظيف العقل و غيرها. وهنا أيضا يذكرون طرفة أو نكتة، حتى بعضهم يقول الأمم المتحدة أو شخص في الأمم المتحدة عمل القصة هذه، أنه يعني وجه سؤال يقول يعني ما هو رأيك في مشكلة نقص الغذاء عند بقية شعوب العالم؟ فكان العربي يقول إيش معنى ما هو رأيك، يعني ما يفهم الرأي لأنه لم يتعود، دلالة على أنه عن رأي دائما مصادر. الأمريكي يسأل يعني نقص الغذاء ماذا يعني، لأنه غذاء متوفر ومنعم، أو يعني يمكن الأفريقي أو غيره. الأمريكي يقول بقية شعوب العالم ماذا يعني، لأنه لا يفهم العالم إلا من خلال شعبه. وكذلك مسألة المقصود الشعوب العربية، الشعوب العربية يعني فيها قدر مشترك كبير. وترى نحن لما نسافر، يسافر مثلا شخص إلى المغرب أو إلى مصر، هنا بطبيعة الحال هو يلاحظ الأشياء التي فيها فروق، ولما يرجع ربما يتحدث عن هذه الأشياء التي لاحظ فيها فروق، لأنه ما هو معقول مثلا أنا لما أعود أحدد أسرتي وأهلي وأصدقائي عن الأشياء التي هي موجودة عندهم وموجودة عندنا تماما. ولذلك يركز الناس عادة على جانب الاختلاف أو جانب الفرق حتى لو كان صغيرا ومحدودا، بينما الواقع أن معظم العادات، معظم أقول هذا وأنا مطمئن، معظم العادات العربية هي عادات مشتركة، يعني وخاصة سبحان الله مع الإسلام الذي صاغ هذه الشعوب عبر مثلا 14 قرن من الزمان، صياغة فيها جانب روحاني، فيها جانب إنساني، فيها جانب عاطفي. تجد مثلا المصريين يعني حب الوطن عندهم، هذا جزء من الغريزة والفطرة، وهو أيضا مما زكته الشريعة، بحيث أن المصري لما يفكر بمغادرة بلده إلى العمل مثلا أو طلب الرزق، ربما يعني الحنين يراوده قبل أن يغادر المكان. نلاحظ مثل عادات رمضان وعادات العيد، يعني أنا جربت رمضان في أكثر من دولة عربية تكاد تكون متشابهة بنفس الروحية، بنفس الفرح بالضبط. يعني طبعا في عادات مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، محبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، عادات مرتبطة بالقيم والأخلاق الشائعة. إذن هناك قدر كبير جدا من العادات العربية المشتركة الإيجابية التي ينبغي أن نشيعها ونوظفها ونبرزها، لأننا في هذا العصر وعصر العولمة بأمس الحاجة إلى تنمية روح الوئام والانسجام والتقارب بين الشعوب العربية والإسلامية التي تواجه يعني مصيرا واحدا وتواجه مستقبلا واحدا وتحديات واحدة وأيضا فرص
كبيرة جدا يمكن أن تتحقق من خلال التقارب بين هذه الشعوب. فمسألة تفعيل العادات الإيجابية المشتركة هذا معنى جيد ومهم. ودعني أقول لك أن هناك أحيانا عادات مشتركة سلبية علينا أن نتظافر على نقدها من دون أن أقول هذا مصري هذا خليجي هذا وكأنني أعير. هذه قصة خطيرة جدا. يعني على سبيل المثال أنا مرة قلت الواحد من العادات المشتركة السلبية ما أسميه بعادة البركة، إنه العربي في الغالب لا يقوم بالتخطيط والترتيب وضبط الأشياء، وإنما الأمور غالبها مبني عنده على أساس البركة. على البركة، حتى على الصعيد السياسي أحياناً الاقتصادي نعتقد أن الأمور ماشية كذا بطبيعتها، ما في داعي نفسدها نعتقد أن حنفسدها بالتخطيط، مع أنه في الواقع أن عدم التخطيط كما يقولون هو تخطيط لي الفشل. ولذلك مسألة عادات التخطيط هي من العادات المهمة التي يجب أن نتعلمها. فمسألة البركة هذه أعني بها على صعيد الشعبي البسيط، أنه مثلا أحيانا يأتيك سباك في المنزل فيقوم بإصلاح عطل قبل ما يقوم، تقوله مثلا كم يكلف هذا، قالك ما نختلف الأمر سهل يعني خليها ما في مشكلة يجي منك يا عمي مثلا، لكن بعدما ينتهي يطلع المبلغ يطالب بمبلغ يعني مضاعف ربما 10 مرات مثلا، او تصعد مع تاكسي مثلا او تاكسي مثلا ايه، يقول ما نختلف، ثم يقع الاختلاف. صحيح. بينما يقول ان العوام ما كان اوله شرطا كان او اخره نور او سلام. كذلك البنت مثلا تدخل عند كما يسمونه يعني كوافير لتصفيف شعرها او شيء من هذا القبيل من دون اتفاق ما يحتاج، بعدين يتفاجأ انه في يعني طلب مضاعف بشكل كبير ومبالغ فيه. طيب دكتور، لان الوقت اوشك على الانتهاء، في دقيقه ونصف اين نجد موضوع العادات عادات الشعوب في هدايات القران؟ ربما قول الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فانا هنا افهم ان التعارف يشمل ثلاثه اشياء، اولا ان يعرف بعضكم بعضا، وجزء من ذلك معرفه عادات الناس وحسنها وقبيحها وتوظيفها. من معاني التعارف أيضا هو نشر إيصال المعروف بين الناس، يعني أنه إيصال الخير والبر والمعروف إلى الناس، وهذه من العادات الإيمانية الحسنة، يعني أن يكون الإسلام يحفز أهله وذويه إلى مساعدة الفقير والمحتاج والضعيف، وإلى إبداء مثل هذا الإحساس الإنساني النبيل. هذا جانب جميل وجانب رائع جدا. الجانب الثالث تبادل المعرفة، وهذا أيضا جانب مهم، أنه لتعارفوا أي لتتبادلوا المعرفة فيما بينكم. العصر هذا هو عصر الانفجار المعرفي وعصر التوظيف المعرفي أيضا. سؤالي الأخير دكتور، من عاداتنا في الخليج لبس الغترة، إيش رأيك في العادة هذه، مرتاح لها ولا لا؟ والله أنا يعني صراحة ما أقول لك أني مرتاح لها، أنا ألبسها لأنه هي عرف يعني جاري، ولو أن الإنسان لم يفعل يمكن تساؤل كبير، يعني ما الذي يجري وما الذي يحدث، يعني إلا أن يكون الإنسان يخرج. ولذلك الإنسان إذا خرج، أنا مثلا إذا خرج خارج البلد أول ما أفعله أن أخلع الغترة والطاقية، أما بقية اللباس هذا فأنا أرتاح له ويعجبني لا أفارقه غالبا. معناته إذا رحت بلد أوروبي، بلد أوروبي ما تلبس البنطلون ولا؟ نادرا ما ألبسه، أرتاح لهذا الثوب، إلا إن كان الإنسان سيقوم مثلا برياضة أو شيء من هذا القبيل، لكن الغالب أنني أرتاح يعني نفسيا لهذا الثوب، دون أن أعتبر أن القصة هنا لها جانب شرعي. فإن كون الإنسان يلبس لباس الناس الذين يكون عندهم هذا هو الأفضل وهو الأنسب. شكرا يعني. دكتور، عموما أنت في الحالتين جميل يعني. شكرا لك عليك. وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم، نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.